عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. وجميع أوقاتكم بكل خير من هنا من على أرضية ميدان المرموم في هذا الختامي الكبير وهذا الختامي المقيم لعام 2022 مع انطلاقة شوطنا الثالث للثنايا لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة الكرام. انطلقت الأسماء وانطلقت الشعارات الباحثة عن الناموس في هذا الصباح. أتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الأول هنا من تقود هذه الأسماء وهذه الشعارات. الذيبة بشعار هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين مقدم لنا الذيبة على أول الأسماء. المركز الثاني الوصول من الشاهينية وهجن الرياسة مع وغياب الهلالي. من يتقدم مع الشاهينية على ثاني الأسماء؟ النقلة والدور إلى المركز الثالث الوصول من الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي. من يراقب هذا الشعار الكبير؟ المركز الرابع الانطلاقة من شواهين وهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف. من يتقدم مع شواهين على المركز الرابع؟ المركز الخامس الانطلاقة من قبل الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي. من يراقب الشاهينية على رابع على المركز الخامس؟ المركز السادس هنا الوصول من شواهين. شواهين مع سادس الأسماء مع المركز السادس هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف. من يقدم لنا هذه البطلة على سادس الأسماء؟ المركز السابع الوصول والقدوم من الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي. من يتقدم مع سابع الأسماء؟ المركز الثامن الوصول من شعار هجن الشحانية مع انطلاقة ريعان. ريعان مع المركز الثامن هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز التاسع من غيرت مع ثامن الأسماء الشاهينية هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يقدم لنا الشاهينية؟ المركز العاشر من نختتم بها النداء هنا الوصول من الشاهينية هجن الرياسة مع المضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي رجل الأمتار الأخيرة. يقدم لنا الشاهينية مع عاشر الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للعشرة الأسماء الحاضرة والمندفعة على أرضية هذا الميدان في هذا التحدي الكبير ما بين هذه الأقطاب ما بين هذه المؤسسات ما بين هذه الشعارات العملاقة ما بين الإمبراطوريات. نعود مع الرياسة. الرياسة والعاصفة. العاصفة وهجنها. العاصفة وهجنها مع الشاهينية هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يقدم لنا الشاهينية على المركز الأول والثاني؟ المركز الثالث شواهين. شواهين هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف. ينطلق مع شواهين مع المركز الثالث. المركز الرابع الانطلاق والوصول والقدوم من قبل الذيبة هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين. يقدم لنا الذيبة على رابع الأسماء. المركز الخامس الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي. من يقدم لنا الشاهينية بشعار هجن العاصفة بشعار
الشعار هجن العاصفة على المركز الخامس وأيضا المركز السادس، شعار هجن العاصفة مع الشاينية وغياث الهلالية، المركز السابع الوصول من شواهين، شواهين مع سابع الأسماء بشعار هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الثامن هنا الوصول من الشاينية هجن الرياسة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي من يقدم لنا الشاينية مع المركز الثامن، المركز التاسع الشاينية هجن العاصفة وغياث الهلالي من يقدم لنا الشاينية على تاسع الأسماء، المركز العاشر هملولة، هملولة بشعار هجن الرياسة مع علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا هملولة على عاشر الأسماء. ولكن متابعينا مشاهدينا الكرام نداونا الثاني أتممناه على مسامعكم، العودة مع هجن العاصفة، العودة مع الشاينية وشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي، من يقدم لنا الشاينية على أول الأسماء، على أول التحديات، من يسيطر تمام السيطرة وكل السيطرة على المركز الأول. المركز الثاني الشاينية أيضا الدعم من قبل هذا الشعار، هذا الشعار الكبير، هذا الشعار التاريخي مع الشاينية وهجن العاصفة وغياث الهلالي، من ينطلق مع ثاني الأسماء. المركز الثالث الوصول من الحمر، الوصول من الحمر، الحمر مع المركز الثالث، هجن الرياسة مع شواهين، شواهين وهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف، المجازف من يتقدم مع هذا الشعار الكبير، مع هذا الشعار الحمر، مع هذا الشعار الخطر مع المركز الثالث. المركز الرابع الشاينية، الشاينية مع رابع الأسماء، هجن العاصفة وغياث الهلالي، من ينطلق مع رابع الأسماء مع هذا الشعار ومع هذا الانطلاق المميز بشعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة الكرام. المركز الخامس الشاينية هجن العاصفة أيضا غياث الهلالي، من يقدم لنا شواء الشاينية على رابع الأسماء. المركز الخامس غيرت الشاينية بشعار هجن الرياسة، بشعار هجن الرياسة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يقدم لنا الشاينية في هذه اللحظات. وصلت في هذه اللحظات شواهين بشعار هجن الرياسة، من تنطلق مع المركز الخامس أو المركز السادس تنطلق بشعار هجن الرياسة مع المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا الشاينية أو شواهين. المركز السابع وصلت في هذه اللحظات الذيبة، الذيبة بشعار هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن يقدم لنا الذيبة مع المركز الثامن. ولكن العودة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى الشاينية، العودة إلى شعار هجن العاصفة، هجن العاصفة مع الشاينية، من تبتعد عن بقية الأسماء وعن بقية الشعارات. الله يا الشاينية غياث الهلالي، من يقدم لنا الشاينية على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثامن، المركز الثاني الوصول والقدوم من الشاينية هجن العاصفة وغياث الهلالي، يقدم لنا الشاينية على المركز الثاني. المركز الثالث أيضا الشاينية هجن العاصفة غياث الهلالي بنفس المضمر بنفس الشعار، هنا ينطلق شعار هجن العاصفة مع المراكز الثلاث، مع المراكز الثلاثة يقدم لنا الشاينية. ولكن الوصول من المركز الرابع، القدوم من شواهين هجن الرياسة، هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا شواهين الذيب.
الذيبه الذيبه مع المركز الخامس، الذيبه مع خامس الاسماء هجنوا الشحانيه، جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا الذيبه مع المركز الخامس، هجنوا العاصفه هجنوا الرياسه هجنوا الشحانيه، اجتماع العمالقه اجتماع المؤسسات العظمى اجتماع المؤسسات الكبرى، ولكن اعود مع الشاينيه اعود مع العاصفه، العاصفه وهجنها العاصفه وهجنها، الرياسه وهجنها الشحانيه وهجنها، ولكن عاصفي 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 مع العاصفه مع الشاينيه الشاينيه، هجن العاصفه غياث الهلالي غياث الهلالي، ثلاثيه مع هجن العاصفه ثلاثيه مع هذا الشعار العملاق مع هذا الشعار الكبير، ولكن شواهين شواهين شواهين، هجن الرياسه هجن الرياسه، المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المحيري، مرحبا يا شواهين مرحبا يا شواهين، مرحبا بهذا الوصول، وصلت شواهين وصلت شواهين، الشاينيه وشواهين، هجن الرياسه هجن العاصفه هجن الرياسه هجن العاصفه، الامتار الاخيره اللحظات المثيره، هجن الرياسه شواهين 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 شواهين، هجن الرياسه الحمر 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 الخطر الحمر الخطر، مع شواهين مع شواهين، والنقطه الرابعه لهذا الشعار، النقطه الثالثه لهذا الشعار العملاق، الحمر الخطر يمر ويعبر بالانجازات وبالتاريخ المشرف، تهانينا والناموس لهجن الرياسه على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. كانت الشاينيه هجن العاصفه المركز الثالث، الشاينيه هجن العاصفه المركز الرابع، الشاينيه لهجن العاصفه والمركز الخامس، كانت مخيله لهجن الشحانيه، تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لهجن الرياسه على هذا الفوز وعلى هذا التميز في هذا الصباح. 12 دقيقة 20 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. كانت الشاينية هجن العاصفة وغياث الهلال، 12 دقيقة 21 ثانية ستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثالث. كانت الشاينية لهجن العاصفة وغياث الهلال، 12 دقيقة 25 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا في كل مكان، نسير بحضراتكم مع تحدي آخر في انطلاقاتنا الصباحية لهذا اليوم، حيث ينطلق رابع الأشواط والخاص بالأبكار الثنايا من خلال هذه المنافسات والتحديات في مشهد